تعريف الجواز، ركز معايا عشان ما نتغفلش. ها، الجواز هو علاقة ديناميكية ثنائية نابعة بين كلتا الطرفين، ها، ينتج عنها حربا مبهمة أنا لا أعلم عنها شيئا، ولا أنت حضرتك كمان. بالبلدي كده في اتنين اتفقوا، ها، ان هما يختلفوا، فقرروا بقى ايه، يسيبوا مشاكل الكون كله ويقعدوا يرازوا في بعض، تمام، براحة كده، واحدة واحدة. مين هو الزوج المصري؟ هو شخص عفوي عنفواني طول ما هو قاعد في البيت بيسأل اسئلة ملهاش اي 30 لازمة. واحد، فين يا هانم الشراب النبيتي بتاعي؟ ده سؤال ملوش عايزة في الكون، تلبس شراب نبيتي ليه اصلا؟ اللون ده اتلغى. رقم اتنين، مين يا هانم اللي عمل بيبي على القعدة؟ مع ان القعدة بتقول، ها، ان الراجل هو تاني كائن بعد الحصانة بيعمل بيبي وهو واقف، فحضرتك اللي بتعمل كده. حضرتك عايز ايه؟ عايز خناقة؟ حاضر، ثانية واحدة، ما تستعجلش. مستعجل ليه؟ اهي الخناقة جاية، تعالي يا خناقة، بالراحة كده. من هي الزوجة المصرية؟ هي انسانة غير منطقية، بترد ردود غير منطقية برضو، ها، في وشك. زي ايه بقى؟ هو انا الشغالة؟ بص بقى، مش انت عايز خناقة، اتخانق بقى يا باشا، يلا استحمل بقى. هو انا الغسالة؟ هو انا التلاجة؟ مش انا الشقيانة؟ مش انا الولهانة؟ مش انا الحرانة؟ مش انا التعبانة؟ انا الشاكي؟ انا الباكي؟ انا الحساس؟ خد بقى يا باشا نكد. وبعدين بتختمها بقى في الاخر بايه؟ والله العظيم لهج وامشي واسيب لكم البيت. وطبعا حضرتك بيكون نفسك ان ده يحصل، بس ده بيكون اسلوب فتش، اي كلام في المفتشي. طيب دلوقتي احنا هندخل على مرحلة او الخناقة اللي بتكمن او اللي بتسبب الانفجار النووي جوه الشقة، الا وهي مصروف البيت. طيب بالراحة خالص، واحدة واحدة. حضرتك دلوقتي بتاخدي منه مصروف البيت، وحضرتك قاعدة 24 ساعة قدام برامج الطبخ، وبتنزلي تعملي شوبينج، بتجيبي ايه بقى؟ واحدة واحدة كده. اوليف اويل، اللي هو زيت الزيتون، لا هي بتقوله اوليف اويل، اوكي؟ ماشي. وبتجيب، ما بتجيبش ملح، كيس الملح بكام؟ 75 قرش، لا انا مش هجيب الكيس الملح العادي، اصل الشيف مش عارف في شربوراك الشرباني، ها؟ قال ايه؟ بينك هيمالاين سولت. بكام الكيس؟ ب 185 جنيه، يلا مش ده مصروف البيت؟ مش احنا عايزين نحوش؟ لا نحوش ازاي؟ عايز اعمل له اكلات حلوه، وارجع في الاخر الاقي ايه؟ بسله. طب انا عايز ايه؟ ده ايرور 404 اللي احنا بنعمله، انا ما بفهمش، يعني حضرتك جبت الحاجات دي ليه؟ ديكور؟ طب انا احنا عايزين ندفع، يعني محتاجين ناكل، ولا هنعمل ايه؟ طيب الحب، اول الجواز وبعد حبه، او الكلمات اللي في الاول، هو بيقول لك ايه؟ تعالي نشوف كده، هو بيحبك بس الحب ده بيروح لأهداف تانية. يلا، أنا بحب عيونك، الراجل في أول الجواز أهو، أنا بحب عيونك. طيب أنا بعشق جنانك، الراجل رومانسي جدا. أنا بموت في دباديبك، مع أننا مختلفين إيه الدباديب ومش عارفين لسه هي في أي منطقة، بس هو الراجل بيتغزل، تمام. بعد حبة بقى إيه الأهداف التانية؟ هو استيل نفس الكلام بس بيروح لحتة كده احنا مش عارفينها. انا بموت في المحشي، شفتي راح فين؟ ماشي. انا بعشق صوابع زينب، مش صوابعك انت، صوابع اللي هي بتشتر عسل بتنز كده، ماشي. انا دايب في رموش الست، مش رموشك انت، اللي هي التانية ام سمنة اللي بتجيب جناب. انا حابب، ها، خدي بقى، انا حابب انك تسيبيني في حالي، ان دايركت مسج، ها، اللي هو امشي سافري. طيب انا بعشق الوحدة، كلها هيدن مسجز كده، يعني انت مش ممكن ما تكونيش فاهماها، بس حاولي حاولي عشان ده فيلم رعب بجد. دلوقتي هنتكلم عن دماغ الراجل فيها ايه ودماغ الست فيها ايه. رقم واحد، جوزك ده الجميل ده دماغه دي فلة، هو مفيش في دماغه حاجة، ليترلي حرفيا فاضي، فلة فلة ابيض زي هو كده بالظبط، تمام. دماغ الست بقى هنوقف عندها شوية، دماغ الست دي فيها ايه؟
فيها مهرجانات وحمو بيكا ودبل زوكش والعنبة والناس دي كلها عمالة ترقع وترزع وعندها حاجات. يا إما هو بيخني، يا إما مصاحب ست عليا، يا إما في واحدة بيكلمها، يا إما لو مش بيكلمها هو مش في الشغل، هو راح خرج مع 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 نرمين. طب لو مش نرمين، هي لولي صاحبتي فين؟ هي مش موجودة دلوقتي، تبقى مع جوزي. فدماغها شغالة، فيها كوارث، براكين، حاجات لازم بجد نظفي نظفي، نزلي كل ده وروقي الدنيا عشان هي مش مستاهلة، كلنا تعبانين. ماشي؟ صباح الفل. طيب هنتكلم دلوقتي عن نظرات أول الجواز. نظرات أول الجواز بتبقى إيه؟ كلها حنين واشتياق وحب وولعة ولوعة، أوكي؟ بتبقوا خلاص الهيام هايم. لكن بعد الجواز بقى بشوية، ها؟ النظرات ما بتبقاش نظرات بريئة تماماً، أوكي؟ هتلاقيها بتبص لك بصة كده وانت نازل، معناها إيه؟ هي ما اتكلمتش، هي بتبص بس. خد كيس الزبالة وانت نازل، دي البصة اللي هي فيها رفعة حاجب دي، فدي تخلي بالك، دي عرفناها، تمام؟ هو يروح باصص لها بصة كده بعد أكلة دسمة وحرشة، تمام؟ ويروح ممصمص شفايفه، لا دي مش معناها اللي في بالكو خالص، الحاجات دي بتبقى سنوية بعد الجواز، يلا الحمد لله. المهم، معناها إيه البصة دي بقى؟ بمصمص شفايفه وفي بصة كده، اللي هو أنا عايز كوباية شاي خمسينة أحبس يا حبيبتي. ها؟ شفت البصة راحت فين؟ خلي بالك من البصات عشان دي اتعلم. وانتوا ماشيين في الشارع هتبص لك بصة، ماشي؟ اللي هو أنا نفسي في الفستان ده يا حبيبي. هتروح أنت ردد لها نفس البصة، بس معناها الثانوي ما هو؟ أجيب لك منين يا عينيا؟ اتعلم. اتعلم اتعلم عشان ما يغفلوناش. طب في نظرات كده هما بنبقاش محتاجين كلام، وصلنا لمرحلة خلاص اوفلاين، احنا ساكتين، وده حلو او وحش. طيب عندنا في الادمغة في الراجل والست بتحصل حاجة في الجواز غريبة جدا، حاجة اسمها مايند بلوك، او بالمعنى العربي ليها تربسة الحلة البريستو لما تقفل، تمام؟ احنا مش عارفين ايه اللي جوه الحلة البريستو، وهي عمالة تسخن 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 تسخن، فاحنا عايزين قبل ما تعمل البوم الكبيرة دي تعمل فس فس صغيرة. ايه هو الفس؟ ان احنا نتكلم مع بعض، ان احنا نلاقي بعض، ان احنا نفهم بعض، عشان ما يحصلش ايه؟ بوم فش في البريستو ولا ايه؟